السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل الكلاشين. اول حاجة لما تيجي بص السيكشن تري ده لسه الارتكشر، فانا محتاج ان انا اضيف الاستراكشر والام اي بي. تقدر تضيفهم كلهم في نفس الوقت، اقول له انا عايز كلاش ديتكتيف من قائمة هوم، وبعد كده ابدا احدد الكلاش ده لايه. اقول له اتست، اقول له مثلا الكلاش ده بين مثلا اي حاجه الاس تي مثلا والبايب مثلا او الام اي بي. تقدر تعمل اكتر من كلاش وكل واحد فيهم بيبقى خاص بحاجه معينه، واوتوماتيك يعمل ابديت لعد الكلاشات والكلاشات الجديده والاكتف والريفيو والابروفد والحاجات ديت. وتقدر من هنا تصدر الكلاشات وتقدر تعمل لها امبورت تاني للكلاش تيست. هقول له مثلا هنا في الكلاش دوت انا عايز اعمل كلاش بين الاستراكشر مثلا اللي في الدور الاول والام اي بي اللي في الدور الاول. تمام، المفروض ان احنا بنعمل حاجه تفصيله اكتر من كده، يعني بقول له مثلا ده انا عايز الاعمده لوحدها مع كذا مع كذا، بس خلينا سريعا نقول له مثلا الدور ده مع الدور ده مفيش اي مشكله خالص. الرولز تبدا تشوف ايه الرولز اللي انت عايزها، يعني ممكن تقول له تجاهل لو هما الاثنين على نفس اللاير او هما الاثنين في نفس الفايل. وتبدا تشوف بقى الكلاش، هل انت عايز كلاش هارد ولا كليرانس، يعني لازم كل خطين مع بعض ولا لو المسافه بينهم اقل من كذا. اقول له دلوقتي ده تولرانس ران تيست، يبدا يعمل تيست للاثنين ويبدا يشوف الكلاشات موجوده فيه. تمام، هنا بيجيب لي الكلاش، وهنا تبدا تشوف الكلاش دوت. ممكن تيجي هنا وتروح ده سرايت كليك وتسيف الفيو سيف الفيو بوينت، يعني لو جيت حركت كده مجرد ان انت حركت ورحت مكان تاني هيبدا هو يعمل لي ديت. او تيجي انت هنا وتدوس رايت كليك وتقول له سيف فيو بوينت، تبدا تحط كومنتات لو انت عايز على المشكله ديت الكومنت، او تقول له اساين، يعني المشكله دي متعلقه بشخص معين فانا هبعتها له، مثلا هبعتها لعمر سليم، هات الفلوس اللي عليك. تمام، وممكن تقول له لا دي الكاش اتوجد امتى، ابروفت مين اللي وافق عليه، يعني لو في حد موافق على المشكله ديت خلاص يبقى هو اللي يتحمل ذنبه. ممكن تقول له هنا لا ده هو اتحل خلاص، ده بيتراجع، ده اكتف، دي الاساين باي لفلان، المسافه بينهم قد ايه. وهنا تبدا تشوف العناصر نفسها، اي كلاش بتمسكه بيبدا يقول لك الكلاش ده موجود في انهي ملف و اسمه ايه، موجود مثلا هنا في الاستراكشر في انتري ليفل 450 ملم اللي هو العمود الدائري دوت، وده الخبط في ايه في الملف دوت. وممكن في اي لحظه تروح لملف الريفت وتروح مفعل خاصيه معينه من الادنس، هتلاقي خاصيه هنا اللي هي نفس ورك السويتش باك. وبعد كده تيجي هنا تعلم على العنصر ده وتقول له سويتش باك، فيفتح لك العنصر ده في قلب الريفت. تمام، هو يفتح لك المشروع هناك كل حاجه. هنا بيعمل لك نقله بين ده ودوت، هنا بيجيب لك الالوان، تقدر تقول له انا مش عايز الالوان للعنصر ديت، تقدر تقول له اعمل لي هايلايت على كل الكلاشات. عايز ممكن تقول له انا عايز النقله نفسها تبقى فيها سموث شويه انيميشن، لو شلت دي تبقى النقله صعبه شويه، انما هنا بيبقى في نقله من عنصر لعنصر بشكل فيديو. تمام، هنا تقدر تعمل اساين، تقدر تعمل كومنت على العنصر دوت، تقدر تشوف الملف هنا ده الريبورت، تقدر تصدر الملف ده ك اتش ام ال صفحة انترنت، او تسيفه كفيو بوينت هنا بحيث تبقى عندك كل المشاكل اللي تبدأ تشوفها مشكلة مشكلة. هنا اللي عايز انت لو هتصدره جدول يظهر ازاي، ممكن تيجي هنا في كلاشات مثلا زي بعض فتقول له نيو جروب وتضيف بعض المشاكل في الجروب دوت. فهنا في الريبورت يقول لك انا عايز مثلا اصدر الجروب هيدر اونلي بس، او عايز اصدر المشاكل اللي هي مش موجودة في جروب. وبعد كده تبدا تقول له رايت ريبورت، فيبدا يصدرهم لك حسب لو انت عايز فيو بوينت او عايز الشيميل. وهنا ممكن تقول له انا عايز التيست ده بس اللي انا واقف عليه، او كل التيست، او عايز كل تيست بس منفصل،
وزي ما انت شايف انت وافقت على كلاش، فقال لك في كلاش متوافق عليه. لو انت جيت هنا وقلت وعدلت في الحاجات ديت، قلت له عايز مثلا ده ريسولفد، فهتلاقي الرقم زاد هنا، وقال والنيو قلت وهكذا.